السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اولا قبل ما نبداو في الولوج للشرح ديال هذا الفيديو، نتمنى تزوروا القناة ديالنا وتشرفونا بالاشتراك ديالكم، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس لتتوصلوا بالجديد. المهم في هذا الشرح غادي نتطرقوا للطريقه ديال كيفاش غادي نديكلاريو لي طناف 1421، اي ديكلاراسيون ديال لي تريتمون دو سالير لي الديلي ديالها افون لا فان ديال الموا 2. المهم اولا قبل ما نبداو، كما قلنا هذه هي راشين ديالنا، نتمنوا تدعمونا باشتراك، و الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع خوتكم مع صحابكم باش الجميع يستافد. والمهم ندوزو للشرح ديالنا. المهم هذا هو الموقع اللي غادي نخدمو فيه، الموقع ديال المديرية العامة للضرائب، غادي نخلي لكم اللين ديالو في الديسكريبسيون. اولا غادي نجيو لاسباس بروفيسيونيل، من بعد غادي نجيو للسامبل اير، اكسيدي او سامبل اير. هنا غادي نديرو لوغين وغنديرو المود باس وغندخلو هاد الكابتشا اللي عندنا هنايا بنفس الكاركتر اللي عطينا ميني سكيب. هنا عندنا STF، نديرو كونيكسيون. هنايا دخلنا، غنجيو للمنيو هنايا على اليسار ديال الشاشة، وغنجيو غنديرو تيلي ديكلاراسيون، وغنختارو ديكلاراسيون دي تريتمون اي سالير. هنايا لاني كتكون لاني بطبيعة الحال هي لاني 2018، وغنديرو كري ان ديكلاراسيون. هنايا في هاد الاليرت اللي عطينا قالك فولي فو شارجي لي دوني كي فو زافي سيزي دون لا ديكلاراسيون دو لاني بريسيدون، يعني اذا كنتي ديجا دايره في العام اللي فات داير هاد ديكلاراسيون، وانت الوحيد اللي الوحيد الريسبونسابل على لي دوني، الى درتي يوتيليزي لي ديكلاراسيون بريسيدون كتلقى لي ميم انفورماسيون اللي دخلتي العام اللي فات هما اللي كتلقى، كتلقى ديكلاراسيون واجده. حنا هنا غادي نديرو كري اون نوفيل ديكلاراسيون باش اللي اول مره شافونا غادي يعرفوا كيفاش يديكلاري. بسم الله على بركه الله، لاني 2018 كري ان ديكلاراسيون، كيعطيونا هذا الميساج، كنديرو كري ان نوفيل ديكلاراسيون. هنايا كنعمرو هاد لي دوني. هنايا في الاول كون درنا هذيك الاخرى غادي يعطيونا هادو عامرين بحال اللي درنا العام اللي فات. هنا قالك بوغي تروفيزيونيل لي انفورماسيون ايدنتيفيكاسيون كليكي سير وي، يو فولي موديفي كليكي سير نو. المهم نخليوها هكا بروفانس، غنديرو نديرو وي باش يعطيونا نسيزيو، نديرو وي، غنديرو لا بروفانس دو كينيترا، وكل واحد كيدير البروفانس اللي هو فيها. هنا كينيترا مدينة، نيميرو سي اي ان الى كان، نيميرو تلاسي لا سي ان اس اس، نديرو 22. هنايا لا طاكس بروفيسيونيل لا باتونس، لادريس، Thank you.
كارت سيجور نيميرو، كارت سيجور بالنسبة للأجانب. هنا نيميرو ديال الار سي، نيميرو التليفون بلاش لادريس مايل. ادريس ايميل، وهنا كنديروا لي بيرسونيل اللي عندنا. في هذه الحاله حنا في هاد ديكلاراسيون عند هاد الشركه عندنا ما عندناش حتى اوكان بيرسونيل، يعني غادي نديروا هنايا زيرو، وغنجيو لي بيرسونيل اوكازيونيل غنديروا زيرو، وغنجيو لي ستاجير غنديروا زيرو. هنا قبل ما ندوزو لي طاب سويفون غنديروا اوريجستري، فوالا اونريجستري، نديرو سويفون، هنايا هنا بالنسبة للناس اللي عندهم لي سالاري كيعمرو هذا. المهم في الفيديو الجديد ان شاء الله غادي نديرو ديكلاراسيون غنبينو فيها شركة مديكلاري الناس. في هاد الحالة عندنا حنايا غير نيون نخليوها كما هي 00، غنديرو اوريجستري، دوزو سويفون اوريجستري سويفون اوريجستري سويفون اوريجستري suivant enregistré stagiaire liste nation des suivants enregistré suivant enregistré suivant enregistré suivant voyons fait de la page l'autre récapitulatif des traitements et salaires. Je viens de dire 0 l'occasionnel 0 les stagiaires 0 la son calquer les sons qui atteignent à 0. On dira enregistrer ou on dira soumis à validation pour valider la déclaration. Voilà la déclaration de traitement et salaire soumis à validation. Et là on dira déposer. Voilà la déclaration a été déposée. Et là, qui vous dit, votre déclaration a été déposée avec succès auprès de la Direction Générale des Impôts. Veuillez cliquer sur le bouton télécharger le récépissé de dépôt pour enregistrer le récit de dépôt de votre déclaration. Et là, on clique sur le bouton télécharger le récit de dépôt pour chiffrer comme justificatif. فوالا هو الروسي ديال ديكلاراسيون تيليشارجا. هنا قالك سي فو سويت امبريمي فوتر ديكلاراسيون كليكي ايسي. هنايا غادي نكليكي هنا باش نتيليشارجيو ليطا 9421 باش نجوانيوها مع الروسي. و الى هنا نكون قد انهينا حلقة اليوم، ونتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وديروا جيم إلى عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.